مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. من يوم ما حصلت الجريمة البشعة اللي تبعتها كل فئات الشعب المصري، الجريمة اللي راحت ضحيتها نيرة أشرف من حوالي أسبوع، وتقريبا في تغطية مستمرة من الصحف، من مواقع التواصل الاجتماعي، من المواقع الإخبارية، من خلال القنوات التلفزيونية. الغريب أنه خلال الأيام اللي فاتت وإحنا كنا بنشوف لايفات كتير حوالين هذه الجريمة البشعة، الحقيقة كان فيه تهافت على موضوع اللايفات بشكل مرعب، وموضوع اللايفات ده عايز له حلقة لوحده، يعني هنتكلم فيه يعني في يوم من الأيام، يعني أي حاجة لايف. كان فيه تغطية مستمرة، ولكن معظم هذه التغطية كانت لموضوعات وزوايا تافهة عن جارة نيرة، عن دموع أصحاب نيرة، عن أدب المتهم اللي حولت أوراقه النهاردة لفضيلة المفتي محمد عادل، اللي تحول من شخص طيب لمجرم فجأة على ألسنة الناس اللي كانوا بيطلعوا في اللايفات دول، اللي هم ضيوف اللايفات. عشنا كتير في هذا العبث المستمر اللي مش بيحاول يفتش أو يدور عن أصل الجريمة، عن إيه اللي وصلنا لهذه المرحلة. لكن كانت العدالة القضائية النهاردة بتكتب نهاية سريعة وغير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري لهكذا جريمة، لما النهاردة تم تحويل أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية في واحدة زي ما قلنا من أسرع القضايا يمكن في السنوات الأخيرة. برضو نرجع لموضوع اللايفات تاني، تلاقي برضو اللايفات شغالة والدنيا مشغولة بفرحة أهل الضحية، برد فعل أهل المتهم وغيرها، يعني من زوايا يعني خلينا نقول ليست بالأهمية اللي إحنا بنتكلم فيها عن ليه وصلنا لهذه المرحلة. لكن في مسار تاني، وخلال الجلسة القاضي الجليل المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، وبكلمة بليغة سبقت النطق بالحكم، قدم لنا نص محكم ممكن هذا النص يفتح لنا ألف باب وباب وألف سؤال وسؤال. خلوني الأول من هذا المكان، من مكاني هذا، أحيي القاضي الجليل على الكلمة الملهمة والموحية والبليغة، وعلى درايته الواعية بالمشكلات والمشاكل والقضايا الاجتماعية اللي احنا بنعيشها. هقف بس مع حضراتكم عند نص كلمته، كلمة القاضي الجليل اللي شاورت على نقاط وقضايا محتاجة لمراجعة ومحاسبة. بيقول المستشار، بيقول المستشار بهاء المري، بيقول يا كل فئات المجتمع لابد من وقفة، يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا، اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه، أعيدوا النشأ الملتوي إلى حظيرة الإنسانية، علموهم أن الحب قرين السلام، قرين السكينة والأمان، لا يجتمع أبدا بالقتل وسفك الدماء، إن الحب ريح من الجنة وليس وهجا من الجحيم، لا تشوهوا القدوة في معناها فتنحل الأخلاق، عظموها تنهض الأمة، هكذا يكون التناول بالتربية، بالموعظة الحسنة، بالثقافة، بالفنون، بمنهج تكون الوسطية وسيلته والتسامح صفته والرشد غايته. لو احنا اخذنا بالنا من كذا حاجة في هذه الكلمة البليغة للقاضي الجليل، اولها اشارته لمسألة الحب وفكرة انه عمره ما يكون، اي يعني الحب مرتبط بالعنف او بسفك الدماء. طيب ايه اللي ممكن يوصل لفكرة ان الحب يرتبط بسفك الدماء؟ هو نفسه القاضي الجليل اشار لكذا حاجة ياما نادينا بيها، اشار لمسألة القدوة، أشار لمفهوم التربية، والتربية بإيه من وجهة نظر القاضي الجليل؟ بالموعظة الحسنة والثقافة والفنون. طيب هو مين المسؤول؟ القاضي الجليل كان وجه كلامه لكل فئات المجتمع، وعلى رأي الفنان الراحل العظيم أحمد زكي لا أستثني أحدا، العبارة المشهورة لأحمد زكي. لكن هو في الفقرة اللي بعدها
القاضي بيقول أو بيوجه كلامه إلى الآباء والأمهات، وبيقدم روشتة واضحة للتربية في كلمات موجزة، بيتكلم عن أنك لازم تصاحب أولادك، لازم تناقشهم، لازم تدخل وتغوص في تفكيرهم، وأنك تغرس فيهم قيم وما تسيبهمش للأوهام. طيب، كلمة هذا القاضي الجليل كيف تتحول إلى واقع نعيشه، خاصة وأنه هو كمان كان مدرك للتحولات الاجتماعية اللي بنعيشها، وبيؤكد أن النشأة أصبح ضحية قدوة مشوهة، ضحية ثقافات مسموعة ومرئية ومقروءة كلها مشوهة، وأن احنا قدام ثقافة اختلط فيها المفاهيم. لكن برضو نرجع نقول، من المسؤول عن تحويل هذه الروشتة؟ من يتحمل هذه المسؤولية عن تحويل هذه الروشتة إلى حقيقة معاشة؟ زي ما قال القاضي الجليل، المسؤول هو كل فرد من أفراد المجتمع، وخاصة كل واحد له دور في التربية، سواء في البيت أو المدرسة أو الوزارات أو الهيئات الثقافية المختلفة. وبخصوص المؤسسات الدينية، النهاردة كان في لقطة يعني جميلة لزيارة البابا توادروس لمشيخة الأزهر علشان يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى الدكتور أحمد الطيب. مهم أن هذه الزيارة والكلام بين شيخ الأزهر والبابا أيضا حمل جملة ممكن تكون مفتتح لميثاق جديد من اللي قاله القاضي الجليل، لما شيخ الأزهر قال بعد يعني الكلام المعتاد في الأعياد والمناسبات، قال إن دي فرصة لتنسيق الرؤى والجهود لمواجهة ما يتعرض له المجتمع المصري من هجمات شرسة على الأخلاق والقيم وسلوكيات منحرفة لم نكن نسمع عنها من قبل. هل يمكن أن تكون هذه هي بداية وبداية حقيقية؟ طبعا نتمنى. معايا المفكر الكبير الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق. مع الوزير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور عمر، مساء الخير. أهلا بحضرتك. يمكن أكيد حضرتك يعني استمعت إلى هذه الكلمة البليغة التي يعني ذكرنا جزءا منها، كلمة القاضي الجليل الذي تصدى اليوم لحكم في قضية هزت الرأي العام المصري، قضية مقتل نيرة أشرف. كيف رأيتها يا دكتور؟ يعني هي قضية يعني هزت المجتمع المصري بأكمله، وأعتقد أنه اللي بيضاعف من يعني في جوانب إيجابية لعل من بينها يعني الحسم والعدالة الناجزة، ودي مسألة مهمة جدا، وكلمات القاضي مستشار كلمات يعني لعلها تقدم روشتة للمجتمع في مثل هذه الحالات. لكن أنا أتصور أن القضية محتاجة علاج أكثر من ذلك، محتاجة علاج يبدأ من التعليم. تعليم يعني نعم، المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة عليهم دور والأوقاف، لكن القيم ويعني السلوكيات مصدرها المجتمع، مصدرها نمط الحياة، مصدرها المدرسة، ومصدرها الثقافة، ومصدرها الشارع، ومصدرها الأسرة. يعني لو يعني مش عايزين نحول المسألة، وخصوصا احنا مجتمع يعني عدد سكان كتير جدا، 105 مليون، ودي ظواهر بتحدث في كل المجتمعات على فكرة، يعني المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي والمجتمع الأسيوي تحدث مثل هذه الحالات. صحيح. لكن مما يعني الحقيقة أنا لا أراه صحية الميديا، الإعلام السوشيال ميديا، وخصوصا التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي. وما أنا ليه بس ملحوظة على الحكم في يعني إتاحة الفرصة للتصوير، وفي أم مكلومة وأسرة مكلومة على ابنها ومكلومة على سواء المقتول أو القاتل، ما كانش صح إن إحنا يعني نتيح فرصة للتصوير اللايف ده بهذه الطريقة. يعني أرجو أن يكون
هذا يعني سلوك غير حميد في القضاء في وحتى بنشوف هذا السلوك للأسف في أثناء الجنازات الخاصة بالمشاهير يعني يا دكتور. لا كل دي سلوكيات سلوكيات سلبية وأنا بس يعني أنا متألم جدا، أنا متألم جدا على هذه الفتاة يعني التي راحت ضحية هذا يعني السلوك الشاب الغير مسؤول. لكن أيضا أنا يعني قلبي وجعني على أسرة القتيل وأسرة القاتل، يعني أم القتيل أم القاتل وأسرته. مش عايزين نتشفى ونقعد ننزل فيديوهات يعني الناس لازم يكون عندها وعي، ومصدر الوعي ده مش يعني مصدر الوعي ده المجتمع والثقافة وثقافة المجتمع. إن إحنا يعني وأنا موافق جدا على إن كلنا مسؤولين، يعني كل المجتمع مسؤول، الأسرة مسؤولة والمدرسة مسؤولة والثقافة مسؤولة والرياضة مسؤولة والأب مسؤول، الكل مسؤول عن مثل هذه الجرائم الشاذة. لكن برضه مش عايزين ناخد الجرائم دي على انها يعني قاعده وسلوكيات بالضبط. والله وده نفس الكلام اللي احنا قلناه امبارح يا دكتور، حتى اشرنا الى مساله انه الدراما والسينما كثيرا ما تركز على هكذا جرائم في المسلسلات وفي الافلام في الاونه الاخيره، وكانه مصر تحولت الى غابه. وزي ما حضرتك اشرت فعلا انه في كل المجتمعات بتحدث هذه الجرائم، لكن المشكله عندنا ان احنا يمكن حساسين شويه لاي شيء بيحدث بنراه يعني شاد. هذه الحساسيه لو فقدها المجتمع اعتقد انه هذه هي المشكله. مش عارف حضرتك توافقني ولا لا. لا هو يعني مصر منذ عصر الصحافة بتنشر كل يوم صباح كل يوم جرائم أكثر بشاعة من ذلك، وفي أوائل القرن وفي منتصف القرن وفي يعني كل الفترات التاريخية في قضايا من هذا النوع، بس ما كانش فيه إعلام وما كانش فيه تلفزيون. حتى قبل التلفزيون القضايا منتشرة. أنت مجتمع ضخم، مجتمع عدد السكان رهيب جدا، يعني دي قضية. لا احنا مش عايزين نعظم من أهمية هذه القضية، ومش عايزين نهون أيضا نهول منها. هي قضية خطيرة وهي ظاهرة خطيرة، بس هي مش ظاهرة، هي حالة فردية لسلوك شاذ لشاب يعني أرعن ويعني دمر حياته ودمر حياة شابة كانت يعني تتطلع لمستقبل يعني جميل وكذا. يعني إيه الفن في إن إحنا نشيع هذه القضية ونجعلها رأي عام للمجتمع ونقعد ننشر حواليها وننشر صور ونجيب خالتها ونجيب عمها ونجيب ابو الولد ونجيب جيرانه ونجيب اللي حواليه ونجيب ويطلب شهاداتهم واللي شاف واللي ما شافش. ده سلوك الحقيقه يعني. نعم. برضو انا باخد على القنوات ان هي اليومين اللي فاتوا تقول يعني هي القضيه الاساسيه وهي القضيه الرئيسيه وهو الموضوع. يا اخي الموضوع يعني خطا وقع وانتهى والقضاء ياخذ مجراه، لكن لا نجعلها قضيه يعني تشيع فيما بيننا الكراهية وتشيع فيما بيننا العنف وتشيع فيما بيننا. يعني ده نموذج احنا يعني اكيد احنا لا نتمنى لاحد ان يقع في هذا الخطأ، لكن كمان الاعلام بيروج جدا الحديث والتركيز على هذا الموضوع في كل يعني كل واحد معاه كاميرا ومعاه موبايل يعني نصب نفسه يعني اعلاميا في قضية ما يصحش انها تكون. نعم. يعني بهذا الشكل الحقيقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، شكرا جزيلا. يمكن امبارح تابعنا بداية الجولة الخليجية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بدأها بسلطنة عمان واستقباله من قبل القيادة العمانية السلطان هيثم بن طارق، والمباحثات التي جرت بينهما، والرئيس يذهب بوفد كبير فيه العديد من الوزراء، لا سيما الوزراء اللي زي مثلا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللي النهاردة عملت زي بريزنتيشن كده أو عرض للمشروعات الاستثمارية التي يمكن للأخوة في الخليج في سلطنة عمان في البحرين اللي هم يعني المحطتين اللي بتضمهم جولة السيد الرئيس
في الخليج. يمكن لهذه المشروعات الاستثمارية أن تجذب مستثمرين من كلا البلدين، وأنا بتكلم عن سلطنة عمان والبحرين اللي وصلها بالفعل النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى المنامة واستقبله الملك حمد بن عيسى الخليفة في مطار المنامة، وبدأت المباحثات الرسمية المصرية البحرينية. طيب هرجع لي يعني ربما ملمح من الملامح الرئيسية التي دائما ما تكون حاضرة في جولات الرئيس في الخارج، سواء كانت هذه الجولات إقليمية عربية دولية، دائما يحرص الرئيس على الحديث في الاقتصاد، على عرض الخريطة خلينا نقول الاستثمارية المصرية لمن يرغب من المستثمرين الأجانب، وإحنا نتكلم دلوقتي عن المستثمرين الخليجيين. والنهاردة بالفعل كان فيه لقاء موسع، الرئيس التقى مع العديد من رجال الأعمال العمانيين، التقى زي ما حضراتكم شايفين في الصورة بالعديد من رجال الأعمال ومديري المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية العمانية، وجرى حديث مفتوح بين الرئيس وهؤلاء الأشقاء. وطبعا كانت هناك فرصة لعرض المزيد والمزيد من المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها مصر والتي تجذب مستثمرين أجانب وخليجيين في المقام الأول. معايا الدكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة قناة السويس. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. خير يا دكتور عمرو، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني لو تقول لنا باختصار ما هي أو ما هو شكل الخريطة الاستثمارية المصرية التي قد تجذب مستثمرين يعني أجانب وخليجيين عرب في المقام الأول؟ بكل تأكيد زيارة السيد الرئيس في الوقت الحالي للدول العربية بتأتي في إطار جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واللي يمكن مصر محتاجة أن هي تركز عليها الفترة القادمة، خاصة بعد قرارات الفدرالي الأمريكي ونزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها طبعا السوق المصرية. حجم كبير من الأموال الساخنة للأسف ساب السوق المصرية وخرج، في الفترة الأخيرة يعني في الفترة يعني الأخيرة أعتقد حوالي 20 مليار دولار خرجت، صح؟ لا أكثر من كده، وصل ل 55 مليار دولار 55 مليار دولار في اخر 5 سنوات. طبعا لا انا بتكلم بعد رفع سعر الفائده من الفيدرالي الامريكي. نعم يا فندم، ولكن للاسف يعني هذه الاموال لا يمكن الاعتماد باي حال من الاحوال عليها لبناء اقتصاد قومي قوي. اللي بيبني الاقتصاد القومي هو الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وده بجانب طبعا الاستثمار المحلي، وده طبعا اللي بتركز عليه القياده السياسيه في الوقت الحالي. الحقيقه الزيارات المكوكيه للسيد الرئيس بتهدف إلى إحداث نمو عايز أقول مشترك لكلا البلدين، سواء جمهورية مصر العربية أو أي دولة بيزورها السيد الرئيس، تعزيز التعاون المشترك في مجال الاقتصاد، مجال الاستثمار، في مجال التصنيع، في مجال التجارة، في مجالات مختلفة جدا. على صعيد مثلا زيارة السيد الرئيس لسلطنة عمان، الحقيقة يعني إحنا متشوقين لأنه الاستثمارات العمانية تأتي إلى مصر بقوة. لازال ميزان الاستثمار في صالح الدولة العمانية إلى هذه اللحظة، احنا عندنا حوالي 142 شركة مصرية بتشتغل في عمان مقابل حوالي 92 شركة عمانية بتشتغل في مصر. للأسف الرصيد من الأموال المستثمرة الخاصة بعمان في مصر حوالي 77.5 مليون دولار مقابل 680 مليون دولار استثمارات مصرية في السوق العماني. طبعا المستهدف من شرح معالي وزيرة التخطيط ولقاء السيد الرئيس مع رجال الأعمال هو توضيح الفرص الاستثمارية الواعدة الكبيرة جدا اللي موجودة في مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللي تمت في الاقتصاد المصري. فطبعا أبرزها قطاعات البنية التحتية، قطاعات الطاقة، قطاعات التعدين، قطاعات الزراعة، قطاعات الإنشاءات المختلفة، تعزيز التعاون السياحي، تعزيز التعاون في مجال الطيران. هناك أفق كبيرة جدا، وطبعا اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي مؤخرا واعتماد مصر أيضا على عمان في مجال المنتجات البترولية، ده بيدي أفاق
كتيرة جدا في الاقتصاد والاستثمار ان هي ممكن تبرز في الفترة القادمة، خاصة مع متانة العلاقات القوية جدا ما بين الجانب المصري والجانب العماني. هناك تفاهم مشترك جدا على مستوى الصعيد السياسي، هذا التفاهم المشترك اعتقد ان هو المفروض ينعكس في تزايد ونمو مضطرد في حجم الاستثمارات وحجم التصنيع وحجم التجارة البينية ما بين البلدين، وده اللي بنأمله يا دكتور عمرو، خاصة يعني حجم التبادل التجاري ما بين مصر وعمان إلى هذه اللحظة هو رقم يعني بنأمل إن هو يزيد، احنا بنتكلم في حوالي نص مليار دولار فقط، بنأمل مبلغ متواضع خلينا نقول بصراحة كده يعني. نعم يعني ما خلينا يعني بنختار كلمات يعني برضو يعني هو رقم زي ما حضرتك قلت رقم متواضع جدا، خاصة زي ما قلت لحضرتك مع متانة العلاقات وقوة العلاقات ما بين البلدين والرؤية المشتركة والتفاهم المشترك اللي بتجمع مصر وعمان، بنحتاج بقوة إلى أن احنا ننشط في التركيز على الفرص اللي موجودة في الاقتصاد المصري. المستثمر العماني مستثمر جاد، مستثمر بالفعل بيدور على الفرص الواعدة، ومصر مليئة بالفرص، بس صحيح. يعني سلاسة الإجراءات وضمان وطبعاً لما رئيس الدولة لما سيد الرئيس هو بنفسه يعني بيقوم بالتسويق لهذه الخريطة الاستثمارية، أعتقد أنه المردود لابد أن يكون إيجابياً يعني. وضمانة طبعاً للمناخ الاستثماري أنه هو مناخ إن شاء الله هيكون جاد جداً وهيكون نافع جداً وهيلقي طبعاً بأثار إيجابية جداً سواء على مستوى الاقتصاد المصري او مستوى الاستثمارات العمانيه اللي موجوده في مصر. وطبعا احنا كشعب مصري وقياده سياسيه بنرحب جدا بالشعب العماني، الشعب العماني شعب طيب جدا وشعب صحيح. راقي جدا وشعب الحقيقه يعني لم يصدر منه اي شيء تجاه الشعب المصري على الاطلاق، بل بالعكس علاقه ممتده وعلاقه وطيده احنا بنشوفها على مستوى عملنا على سبيل المثال، بنجدهم في أكاديمية مصر العسكرية العليا، بنجدهم في الجامعات المصرية، بنجدهم في أماكن كثيرة جدا، وتعاون مثمر ما بين الحكومة المصرية والحكومة العمانية، يمكن أبرزها تعاون في مجال تطوير النواحي الإدارية، وكان هناك زيارة من جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جوانب في مجال الاستثمارات والتصنيع والتجارة والصناعة، وهناك زيارات متبادلة الحقيقة ما بين وزراء الدولتين، اللي الحقيقة يعني اعتقد يعني الزياره الثانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي الى عمان منذ توليه السلطه، فان شاء الله يعني نلاقي نتائج ايجابيه لهذه الزيارات وتطور في نمو العلاقات الاقتصاديه اكثر فاكثر ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله. واحنا امبارح كنا بنتكلم لما وصل السيد الرئيس الى مسقط وعطينا نبذة عن متانة العلاقات المصرية العمانية حتى في الظروف اللي كانت صعبة، الظروف اللي مرت بها مصر لما حصلت مقاطعة عربية بعد اتفاقيات السلام في كامب ديفيد، كانت عمان وسلطنة عمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد من الزعماء العرب الذين لم يقوموا بقطع العلاقات مع مصر. شكرا جزيلا دكتور محمد دباغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. خلال الأيام القليلة الماضية أبطلنا في بعض الألعاب الفردية يعني أدخلوا الفرحة والسعادة والسرور على نفوس المصريين في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 التي تجري في مدينة وهران الجزائرية. عدد من أبطال مصر حققوا نتائج مبهرة في الألعاب الفردية، خليني أسمي بعض هؤلاء الأبطال. يوسف بدوي في الكاراتيه اللي لعب مباراة النصف نهائي في البطولة، وقالت اللجنة الأولمبية أنه خلاص هيكتفي بالميدالية الفضية لأنه أصيب، لكنه يوسف رجع وكمل في النهائي وأخذ الميدالية، كسب الميدالية الذهبية. أيضا هنا جودة معجزة التنس الطاولة الصغيرة زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشة، فازت امبارح برضو بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لتنس الطاولة. هنا على فكرة عندها 14 سنة وهي بطلة أفريقيا للكبار وبطلة مصر للكبار وبطلة العالم للناشئين. أيضا طبعا بطلتنا الأولمبية فريال يوسف كسبت أيضا ميدالية ذهبية فريال في الكاراتيه طبعا، والعديد من يعني الأبطال اللي رفعوا اسم مصر عاليا حتى الآن يعني، لأنه لسه البطولة شغالة وإن شاء الله نطمح في المزيد من الميداليات الذهبية والميداليات بشكل عام. وإحنا بنتكلم عن يعني الألعاب الفردية لابد وإن إحنا
نعمل مقارنة، هي المقارنة ظالمة بالتأكيد طبعا مع الألعاب الجماعية، لا سيما ما يتعلق بكرة القدم. الأخبار اللي بتيجي كل شوية عن ميزانية فريق مثلا زي فريق الأهلي ولا فريق الزمالك ولا ميزانية حتى المنتخب القومي، النهاردة مصر كلها بتتكلم عن مدرب الأهلي البرتغالي اللي تعاقد معاه ريكاردو سواريز ومرتبه، يعني في ناس بتقول 150-170 ألف دولار بالفريق، يعني بالتيم بتاعه، يعني 170 ألف دولار. يعني تخيلوا لو هذا المبلغ صرف على أبطال في ألعاب يعني فردية، وحتى في الألعاب الجماعية زي مثلا كرة اليد، كان لاعبنا الكبير لاعب المنتخب علي زين كان حصل معاه موقف امبارح وكتب تغريدة كده على تويتر. علي زين طبعا هو في نادي برشلونة الإسباني اللي أخذ بطولة دوري أبطال أوروبا، يعني علي زين هو بطل أبطال أوروبا هو وزملائه في فريق برشلونة، وقالوا له أن احنا هتلاقي في استقبال في المطار يليق بك كبطل لأوروبا، لكنه طبعا كان يعني أخذ على خطره وكتب تويتة على حسابه على تويتر بيقول يعني ما حدش استقبلني. لكن النهاردة وزارة الشباب والرياضة تداركت الأمر وتم تكريم علي زين النهاردة من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المؤتمر اللي كان موجود النهاردة، كان عقد النهاردة مؤتمر برعاية وزارة الشباب والرياضة زي يمكن ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة تكريم علي زين. طب لما بنرجع للمقارنة اللي أنا سميتها مقارنة ظالمة ما بين ميزانيات الألعاب الفردية التي يحقق أبطالها ميداليات مختلفة في بطولات كبيرة جدا، منها طبعا الأولمبياد بتاع بكين الأخير وبطولة البحر الأبيض المتوسط اللي بتقام الآن في وهران في الجزائر، بتلاقي المقارنة ظالمة ما بين ميزانية هؤلاء وميزانية الألعاب الجماعية. الأستاذ شوقي حامد الناقد الرياضي معايا دلوقتي على التليفون، مساء الخير يا أستاذ شوقي، شايف هذه المقارنة إزاي؟ مساء الخير يا دكتور عمر، مساء الخير على كل مشاهدينا في كل أنحاء مصر والوطن العربي. أنا بتفق مع حضرتك تماما، هي مقارنة ظالمة، هي مقارنة غير متكافئة، لأن الحقيقة إحنا بلد كورة، الكورة طاغية. يعني أنت قلت أمثلة جميلة جدا لعلي زين بطل برشلونة، ومش علي زين ده، في ناس كتيرة قوي كفاءات عالية قوي في بتمثلنا برا في الاسكواش وفي كرة اليد غير علي زين وحاجات كتيرة. يعني في لعيبة عندنا خالد ومنتي والناس ديت انطلقت الى الافاق العالميه. لا انا هقول لحضرتك، يعني امبارح في وهران كره اليد كسبت ايطاليا، النهارده كسبوا صربيا. اما اكسب انا دولتين اوروبيتين منهم ايطاليا في كره جماعيه شهيده زي الهاندبول والطايره كسبت، وفي فعلا مجتهدين ولاعبين موهوبين واتحادات محترمة بتبذل جهد وبتخطط وبتحقق نتائج وبتقدم عروض، لكن للأسف زي ما حضرتك قلت أخونا اللي جاي من قهوة النشاط في البرتغال ما دربش ولا فريق عالي المستوى، بياخد مش عارف كم مليون في السنة جايبينه، وممكن جدا يفشل معنا ويتقال معلش حق علينا، احنا حاولنا واجتهدنا وما نفعناش. احنا بنجيب مدربين اجانب من شرايح متدنية المستوى يا دكتور عام، ومع ذلك بندفع الاف ومئات الملايين وبنبعثر ثرواتنا دون أن نتخذ من التدابير ما يحقق لنا طموحاتنا واستراتيجياتنا.
يعني حاسس حضرتك او شايف انه مدرب الاهلي الجديد لا يستحق هذا المبلغ، لانه يمكن ما كانش هو كان بيدرب فين يعني قبل ما يجي الاهلي؟ بيدرب فريق دوره ثانيه وما عملش اي نتائج ولا اي بطولات. يقول لك اصل ده يعني وصل بيهم الى بطوله مش عارف اوروبا ايه وعمل ايه ولا حاجه خالص، واللي هيجيبوه في المنتخب ولا حاجه غلط. يا دكتور من قيمة فترة مش عارف تذكر ولا ما تذكرش حضرتك، جابوا لوت صفقة روماني حوالي 15 مدرب لم يكن منهم ولا واحد يستحق ان هو يدرب عندنا في مصر. انا سافرت مع واحد فيهم اسمه رادوليسكو في غانا، اقسم بالله انا تحيلت على الدكتور فاروق عبد الوهاب اللي هو كان رئيس البعثة وده راجل دكتور كرة قدم، ان يدي تعليمات للراجل ده يركن على جنب ويخلي محسن صالح يدير المنتخب امام غانا، لان الراجل ما كانش ليه اي فكر ولا اي رؤيه ولا اي اجتهاد. احنا للاسف بنتعامل مع شرايح متدنيه المستوى، لان عشان نرضي جماهيرنا بان احنا جايبين مدربين عالميين، واحنا للاسف بنتعامل مع ناس دون المستوى في المهارة الفنية والتدريبية. يعني زي ما بيقولوا لله الأمر من قبل ومن بعد. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الأستاذ شوقي حامد، شكرا لحضرتك. طب ناخد فاصل دلوقتي ونرجع نكمل بقية أخبارنا. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، وهنروح للأزمة الأوكرانية. بقالنا فترة ما تكلمناش عن تطورات هذه الأزمة الأوكرانية والحرب الدائرة في أوكرانيا. وطبعا خلال اليومين اللي فاتوا كانت في ألمانيا قمة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والنهاردة بدأت قمة دول الناتو في مدريد في إسبانيا. وطوال الأيام الماضية والنهاردة هناك حرب تصريحات حامية الوطيس لا تقل حدة عن الحرب العسكرية اللي بتدور رحاها في أوكرانيا، حرب طرفاها روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى. يمكن الغرب حلف الناتو، الدول الأوروبية الكبرى زي بريطانيا وزي فرنسا وزي ألمانيا كانت لهجتهم عالية اليومين اللي فاتوا خلال القمة اللي احتضنتها ألمانيا، قمة الجي 7 أو الدول السبع الكبرى، لهجة قوية ضد بوتين وضد روسيا. يعني على سبيل المثال النهاردة المستشار الألماني أولف شولتز بيقول يجب ألا نسمح لبوتين بتحقيق النصر. كان من يومين برضو بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بيتكلم وبيقول طبعا ان احنا لن نسمح لبوتين، نفس السياق برضو، ما معناه ان احنا لا يمكن ان نسمح لأوكرانيا بقبول اي اتفاق سلام في الوقت الحالي مع روسيا. تصريحات من المعسكر الغربي تقابلها تصريحات من المعسكر الروسي. النهاردة ديمتري بيسكوف ناطق باسم الرئاسة أو ناطق باسم الكريملين كان بيقول بوسع الجانب الأوكراني إنهاء كل شيء لو قبل بالشروط التي قدمتها موسكو، يمكن إنهاء الحرب اليوم لو أوكرانيا قبلت بالشروط اللي قدمتها روسيا حتى قبل الحرب اللي هي إلقاء السلاح والاستسلام. خلينا نعمل قراءة كده فيما يجري على مسرح الصراع الروسي الغربي. هنروح إلى ميونخ عبر سكايب مع الدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية. مساء الخير يا دكتور باسل. مساء الخير، أهلا بك دكتور عمرو. دكتور يعني خلينا أخذ قراءتك لمخرجات قمة الدول الصناعية السبعة الجي 7.
في الواقع يعني هذه القمة لم تخرج عن السياق العام للموقف الغربي، سواء في الاجتماعات الثنائية أو خلال الزيارات التي قام بها أكثر من زعيم غربي إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية من عمر هذا النزاع الذي تحول إلى حرب إحداها مباشرة في الساحة الأوكرانية والأخرى بالوكالة بين الغرب من جهة وموسكو من جهة أخرى. إظهار التماسك على الرغم طبعا من وجود بعض التباينات حيال ملفات معينة، لكن حتى الآن ما يزال التحالف الغربي متماسك يظهر موقف واحد، واستمرار روسيا بمتابعة تحقيق الأهداف التي وضعتها لهذه العملية العسكرية. لكن بالمجمل نجد أننا ندخل في مرحلة جديدة، روسيا بدأت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، كل الدعم الغربي العسكري والمالي والسياسي لأوكرانيا لم يحقق أي هدف من الأهداف التي وضعت له. الاقتصاد الروسي متماسك حتى اليوم، الآلة العسكرية الروسية ما زالت تتقدم، الحلف الناتو ما زال يعلن أبواب مفتوحة على العكس مما كان يمكن تقديمه من طمأنة لروسيا. إذن نحن في مرحلة جديدة قد تكون متقدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة، لا أحد يعرف كيف يمكن أن تتجه الأمور. رأينا كما تفضلت تصريحات وتصريحات متضاربة يمكن وصفها استمرار أيضا للحرب الإعلامية والسياسية. هناك مواقف بعض الدول الأوروبية يعني لا زالت ترى أنه يمكن الحوار مع موسكو، لكن هذه المهمة ستكون أو المسؤولية على القيادة الأوكرانية لتتحمل المسؤولية عما كل ما وقع. حتى الآن من الصعب جدا وضع سيناريو واضح لكيف يمكن أن تنتهي أو مآلات الأمور لهذا النزاع المشتعل في أوكرانيا. طيب، وهناك أيضا دكتور باسل تصريحات أقوى حتى من الجانب الأمريكي، ويمكن أخص يعني بهذه التصريحات ما قاله اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان وهو على متن الطائرة أثناء قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا، تعهدات عسكرية طويلة الأمد لأوروبا خاصة في شرق القارة تحسبا لروسيا. يعني الوجود العسكري الأمريكي وكأنه يعني في سبيله إلى التمدد أكثر وأكثر في أوروبا، كيف يمكن أن يقابل ذلك يعني من موسكو؟ بالضبط كما تفضلت بذكر الوجود العسكري الأمريكي لمزيد من التوسع، يعني يمكن التكهن أنه من بين أهداف كثيرة لروسيا من خلال إطلاقها ما سمته عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا هو إجبار الجانب الغربي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية إجبارهم على المزيد من التفاوض وتقديم ربما التنازلات فيما يخص عدم التوسع شرقا باتجاه الحدود الروسية. لكن ما حدث العكس، صحيح أننا نرى عدم رغبة غربية أمريكية حتى اليوم بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، إلا أنهم شنوا حرب اقتصادية واسعة الدمار. صحيح أنها حتى اليوم لم تحقق الهدف الرئيسي منها بإجبار روسيا على التراجع، إلا أننا نرى تداعيات لا تطال فقط روسيا، إنما تطال جزء كبير من الدول الغربية وقد تطال تداعياتها العالم كله. أيضا يعني لا يخفى على أحد أن هذه الأزمة، أزمة أوكرانيا التي أشعلت حرب، كانت تغطي على الكثير من الملفات، أمن الطاقة العالمي، الأمن الأوروبي، بالإضافة لأحادية القطب وموقع الولايات المتحدة الأمريكية وعودة روسيا ومكانتها العالمية، بالإضافة لدور الصين المتنامي. كل هذه الملفات اليوم نجد بدأت تتداخل فيما بعضها البعض. هناك خارطة جديدة لإمدادات الطاقة تتشكل، الأمن الأوروبي حسب روسيا لا يتعرض للاستقرار وإنما
يتعرض للتهديد أكثر. أيضا موضوع أحادية القطب، نرى تصريحات روسية أنه تم كسر هذه الأحادية. الصين تراقب عن كثب كيف تتعامل روسيا مع ردة الفعل الغربية، لأنها ستأخذها بعين الاعتبار في حال إقدامها لتنفيذ سيناريو عسكري مع تايوان. صحيح. بالإضافة واليوم عفوا على المقاطعة دكتور باسل، اليوم يعني المتحدث باسم الخارجية الصينية يصف تصريحات الناتو بخصوص الصين ويقول إنها يعني تحاول خلق أعداء وهميين الحلف يعني، وكنتيجة للحرب الباردة أكبر تحالف عسكري في العالم يلتزم أو يحتفظ منذ فترة طويلة بمفاهيم أمنية عفى عليها الزمن، لطالما كان الحلف أداة للحفاظ على هيمنة الدول الفردية. يعني لهجة صينية تقترب حتى من اللهجة الروسية، أليس كذلك؟ بالتأكيد، يعني لا يخفى على أحد أن الموقف الصيني يتماشى كثيرا مع الموقف الروسي، خصوصا فيما يخص السياسة الخارجية الأمريكية، تمدد حلف الناتو شرقا، تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الكثير من الملفات العالمية. هناك توافق شبه كامل بين موسكو وبكين، لكن بالمقابل يمكن النظر للموقف الصيني بأن بكين لا تريد اليوم أن تقع في سوء تقدير، لديها علاقات ومصالح استراتيجية وشراكة طبعا مع روسيا، لكن علاقاتها الاقتصادية التي هي ربما تعادل 10 أضعاف علاقات الاقتصادية مع روسيا هي مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن. صحيح. لذلك ربما تقوم بالموازنة اليوم بين علاقاتها مع روسيا وعلاقاتها الغربية. صحيح. لكن كما قلنا، توافق موسكو بكين حول السياسة الخارجية الأمريكية وطريقة التعاطي الأمريكية التي فيها من العنجهية ما هو يدفع الصين للانحياز أكثر نحو موسكو. صحيح. يعني الغرب يحاول استفزاز الصين بشكل كبير كما تفضلت. طيب اليوم يعني وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس نشرت يعني صور على موقعها لمواقع اتخاذ القرار في بعض الدول الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، صور للبنتاغون وزارة الدفاع، صور للبيت الأبيض، صور للمستشارية الألمانية. يعني ماذا تريد موسكو بنشر هكذا صور، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه القيادة الروسية وبوتين نفسه في يوم من الأيام يعني قبل أسابيع كان يلمح إلى إمكانية استهداف مراكز اتخاذ القرار في الغرب؟ في الواقع يعني حتى الآن من المؤكد أنه لا في موسكو ولا في العواصم الغربية هناك رغبة بالانجرار لمواجهة مباشرة، لكن طول أمد هذا النزاع عاجلا أم آجلا سيقود إلى هذه المواجهة. دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق على وجه الخصوص نجد خطابهم التصعيدي أكثر من الدول الغربية الأخرى الوازنة إن صح وصفها داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل حلف الناتو. يعني ليتوانيا عندما أقدمت على التضييق على الجيب الروسي في كالينغراد كأنها يعني تقدم على استدراج موسكو لمواجهة في هذه المنطقة. أيضا عندما نرى الخطاب من بولندا ودول البلطيق الأخرى يعني صوته أعلى وأكثر ارتفاعا من خطابات دول وازنة اقتصاديا وعسكريا في التحالف الغربي مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، التي تميل بشكل أو بآخر لتسوية سياسية ما تحفظ ما وجه جميع الأطراف. بالتأكيد روسيا بهذه الخطوة بالإضافة لموضوع الحرب الإعلامية أو الحرب السياسية أو الحرب النفسية، كما رأينا في تصريحات عديدة سابقة من كافة المستويات الروسية أنها جاهزة لكل الاحتمالات في حال وجدت أن الأمن القومي الروسي أو روسيا بالمجمل بات تواجه تهديد وجودي. نعم. ونرى أيضا في تصريحات ربما
في هذا السياق، لكن لمستوى أقل أو كرسائل بأن استمرار تزويد أوكرانيا بالسلاح يعني إطالة أمد هذه الحرب. صحيح. يعني استمرار التوسع العسكري الروسي بالسيطرة على المزيد من الأراضي والاقتراب أكثر من الحدود الغربية لدول في حلف الناتو. صحيح، وهذا ما يعني ذكره بالفعل اليوم كما تفضلت سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي. شكرا جزيلا دكتور باسل الحاج جاسم الخبير في العلاقات الروسية الأوروبية من ميونخ. بعد الفاصل هنتكلم عن موضوع حلو كده ريحته حلوة، الخبز، العيش، رحلة الخبز في مصر بدأت منين وبدأت ازاي وتشكلت ملامحها بأي طريقة، وإيه التغييرات اللي حصلت في رحلة الخبز في السنوات الماضية. زمان قوي من يجي أكتر من 7000 سنة كان المصر القديم بيبتكر حاجة اسمها الخبز وخلى العالم يتعرف عليه للمرة الأولى. ومن زمان قوي برضو من حوالي أكتر من 4000 سنة قدر جدودنا إن هم يعرفوا الخميرة لأول مرة عشان تتعدد أشكال الخبز وتتنوع وتوصل لأكتر من 100 نوع حسب بعض المصادر التاريخية، واللي بتأكد إن كان أهم نوع من الخبز هو البتاو اللي هو باللغة الهيليغروفية حضرتك خبز الآلهة، كان خبز كبار الدولة وقتها. وتمر سنين تانية طويلة ويفضل المصري مرتبط بالخبز والخبز مرتبط بيه وكأنها حياة خاصة، عشان كده سموه عيش. وهتلاقي ان احنا الدولة الوحيدة اللي بتسمي الخبز بالاسم ده عيش او نعمة وبيحلفوا بيه. يا اخي ده حتى الست ليلى مراد حلفت بيه. العيش والملح وعشرتنا ما تقولش علينا ما حبتنا ولا نقدر على انار فرقتنا وحنرجع ومصرنا للبيت. الشارع المصري كان بيبتكر كتالوج خاص بالخبز او بالعيش، زي انك تفرك الرغيفين ببعض وانت واقف على عربية الفول او في اي مكان تاني. ما تسألنيش عن السبب، دور انت براحتك. او انك تلاقي شاب بيعتمد على الفهلوة وبيعمل حركات اكروباتية وهو بينقل العيش من الفرن للمطاعم والعكس، ويمشي سارح وبيدور على حلمه عكس الطيار بحركات غريبة وبهلوانية. من حوالي 20 او 30 سنة مثلا عرفت الافران البلدي والافرنجي طريقها للريف المصري، بعد ما كان العيب كل العيب ان اي بيت في الريف يشتري الرغيف من بره، ولو حصل فلازم يداري الجريمة اللي عملها. ما كل بيت في الريف كان بيتفنن في عمل أنواع كتير من دي الذرة أو القمح، وريحة الخبيز بتفضل طلعة تهفهف من كل دار. يا زمن. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. والخبز في مصر حدوتة كبيرة قوي، حدوتة خلت المصريين يسموه عيش زي ما شفنا في تقرير زميلنا هشام سلام، خلتهم يحلفوا بيه. العيش في مصر ثقافة بتختلف من مكان للتاني، من بحري لإبلي، من الأرياف للفلاحين للصعيد. بعض هذه الثقافات قديم وضارب في التاريخ وبعضها مستحدث. صحيح انه المصريين القدماء زي ما شفنا في التقرير اول من عرفوا قيمة القمح، اول من زرعوه واول من طحنوه، وكانوا بيفضلوه عن غيره من الحبوب الاخرى علشان يعملوا منه العيش والمخبوزات الكتيرة والمتنوعة. لكن من وقت للتاني وخلال رحلة امتدت الى الاف السنين كان بيتم الاعتماد احيانا على الذرة واحيانا بتدخل الحلبه. اكيد طبعا يعني في ناس عارفه يعني الحلبه عندنا في الفلاحين وفي الصعيد، ايضا التين المجفف كانوا بيعتمدوا على الحاجات دي في المخبوزات. وحاليا احد المتخصصين طرح فكره عمل الخبز من البطاطا. فترى ايه حكايه العيش في مصر
ده اللي هنحاول نعرفه من ضيفية اللي مشرفين في الاستوديو، المهندس جمعة طوغان الخبير الزراعي. أهلا بحضرتك مهندس. والأستاذ أبو العباس محمد الكاتب الصحفي في الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ الطرام. زي ما يعني قال هشام في تقريره، احنا في مصر بنسمي الخبز عيش ليه؟ يعني هو لو نظرة يعني فحصها للجدران المصرية والمعابد هتلاقي حكاية الخبز دي موجودة مرسومة على المعابد بوضوح، والمصريين الفراعنة هم اللي أطلقوا على الخبز كلمة العيش لأنه كانوا مسمينه الخبز المقدس، كان في حالة من التقديس الشديدة لموضوع الخبز، وبالتالي كلمة العيش ارتبطت أنها تمثل الحياة للمصريين. وجات بعديها كلمة عيش وملح، لأن الملح برضو استخدم في التحنيط باعتبار أن المسألة ممتدة، وبالتالي لما أقسم المصريين بالعيش والملح أقسموا بفكرة العشرة، الاثنين في لقمة عيش واحدة والاثنين عايشين زي ما بيقولوا يعني حياة ممتدة مشتركة، وبالتالي دايما يقسموا بكلمة العيش والملح. العيش المصري لما أطلق المصريين الفراعنة على الخبز المقدس كلمة عيش، مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة اللي هي بتلقب الخبز بكلمة العيش. وحكاية الخبز في مصر أو كلمة العيش تحديدا في الصعيد عندنا العيش الشمسي على سبيل المثال. أكيد العيش الشمسي يعني الفترات القادمة هنشوفه في محلات السوبر ماركت بالرغيف الواحد ممكن يصل إلى 4 جنيه و3 جنيه ونص زي ما يعني ما هو مقترح الآن مع بعض أصحاب السلع. بيتباع العيش الشمسي حتى هنا في يعني في بعض المناطق في الجيزة وفي نعم على حسب على حسب الطلب. لكن هو منه طبعا يعني حتى منه 15 نوع بدأ في البداية وصل إلى 40 نوع، لكن يظل فكرة العيش له عديد من الوظائف اللي بيأديها لدى البيت المصري. أولا يوم الخبيز ده يوم تجمع نساء القرايب والعيلة حوالين الفرن والخبز تحديدا، لأنه قبلها بيوم كان بيبقى في حالة من حالات التجمع مع الغلة اللي هو القمح، نجاوة الغلة من الطوب والحصى وغيره قبل ما يروح الطحون ويرجع تاني دقيق، أو حتى في بعض الناس عندنا كانوا في الصعيد بيطحنوه في البيت بالرحاية. لا الرحاية ده كان بيدش للفول. شايف يا باشمهندس برضو احنا خبراء طبعا يا فندم. الرحاية ده كان بيستخدم في دش الفول الحراتي والله، ويستخدم بعد كده في فكرة الأعلاف أو أحيانا فكرة التدميس اللي لما يحبوا يعملوا بصارة يدشوا الفول بيتقسموا سن، لكن القمح تحديدا كان يتنجى كويس، والستات تقعد يعني حوالي تجمع نسائي من في البيوت ثم يذهب الى الطاحون وياتي ويبدا بعد كده فكره الخبيز. الخبيز ده فعلا كانت الفتيات بتختبر، كانت الفتيات بتختبر من خلاله ان كانت البت عافيه ولا مش عافيه، على سبيل المثال ان البت لما تعرف تعين يبقى كده البت دي بصحتها. وكانت الحموات قبل لما أولادهم يخطبوا أو يتجوزوا كانت تطمن على مرات ابنها أن البت تعرف تخبز ولا ما تعرفش تخبز. أيضا الخبيز كان من ضمن فوائده أن كل المخلفات الموجودة في البيوت الريفية كان يتم حرقها والاستفادة منها، وبالتالي كان نادرا أنك تجد في قرية مصرية فكرة القمامة داخل البيوت. الآن بعد أن توقف خبيز العيش الشمسي في البيوت وكله بدأ يعتمد على فكرة العيش، تقريبا القرية المصرية لأنها مش مجهزة لفكرة القمامة يعني القمامة فيها يعني لا تعد ولا تعصى. طيب هنرجع مرة تانية يعني رحلة الخبز، بس عايز أشوف نظرة المهندس جمعة طوغان لهذه الرحلة وقصة الخبز في مصر. حضرتك احنا عندنا موروث ثقافي غني جدا، مش فكرة إنتاج رغيف خبز على قد ما هو مش عارفين نصيغ أو عاد إنتاج الموروث الثقافي بتاعنا الغني جدا والسالي جدا في كل شيء بما في رغيف الخبز. رغيف الخبز النهاردة بنتكلم عن تجربة الدكتور عبد المنعم الجندي عن خلط الدقيق بالمسحوق البطاطا أو معجون البطاطا.
فالناس مستغرب نسبه الخلط. بس احنا لازم نقول اي نوع من البيضه، في بطاطا بيضاء وفي بطاطا لا. الدكتور عامل معايا مصنف خاص به هو، سكره قليل جدا، بروتين فيه مرتفع، نسبه التجفيف عاليه جدا فيه، قعد حوالي 25 سنه من عمره افناها في انتاج الصنف ده. تمام. فهي فكره الخلط فكره مصريه قديمه، مش مجرد خلط عشان الطعم، على قد ما كان مصر قديم كان مبدع في العلاج بالخبز. العلاج بالخبز كان في البدايات كان بيخلطوا الخبز بالعسل، العلاج النزيف، يخلطوا الدقيق القمح بالتحديد يعني مع النبات العرعر او الحنظل لعلاج الامساك وهكذا من الامراض. وكانوا بيقسموا المجتمع، كانت يعني الفئه الاولى تاخد الدقيق القمح النقي، الفئه الثانيه الشعير، عامه الشعب وهكذا. فكان المصر قديم واستخدامه للرغيف والخلط لغايه النهارده. القرصه مبلح اللي بنعملها في بيوتنا لحد النهارده موروث قديم، حشوه العجين بالبلح والتين و ده موروث ثقافي موجود. ايه الفكره النهارده؟ ليه بنفكر نحيي الموروث الثقافي المصري القديم؟ النهارده في بعض الناس بتعاني من مشكله الجلوتين في القمح. القمح على قد ما هو فيه فوائد فيه اضرار، يعني حضرتك لو تقرا اضرار القمح او المشاكل الصحيه اللي بتنتج عن استهلاك. احنا طبعا مصر دوله يعني بنستخدم كميه قمح رقم 14 مليون طن، احنا اكبر ضيف على مستوى القمح لان احنا بنعتمد على العيش في الاكل. ما اعتمدنا برضو يا فندم المفروض كل شيء يبقى محسوب. يعني النهارده امراض السمنه، امراض النتيجه عن استهلاك العيش المفرط، ما هي مشكله. يعني مش معنى ان يعني لا، يعني اصبحت في بعض المشاكل الصحيه النتيجه عن استخدام المكثف للخبز بانواعه. يعني فكان مصر قديم كان بيستخدم نوع من القمح خالي من الجلوتين، وده الابداع اللي احنا بنحاول نعيد الموروث الثقافي تاني. يعني القمح كان يعني طبعا القمح اصناف كتير، فالنوع ده من القمح انقرض. ففكره احياء الموروث الثقافي كمنتج، النهارده في الناس اللي عندها مرض السكر ممنوع ياكل عيش. في المصري القديم عمل عيش النبء، عمل عيش الويكا او مسحوق الباميه وهكذا. فاحنا النهارده وعدنا انتاج المخبوزات ديت بصوره تتلائم مع الهيلث فود، تتلائم مع احتياجات الناس. ففكره دكتور منها في الخلط فكره مش يعني هي طبعا يشكر ومجهود كبير جدا لان بتساهم في خفض نسبه فاتوره الاستيراد، بس هو موروث ثقافي عندنا يا ريت نعيد انتاجه بما يتناسب مع العصر واحتياجاتنا حاليا. جميل جدا. طيب هرجع برضو للعيش وثقافه اكل العيش، هل بتختلف من منطقه لاخرى يا استاذ ابو العباس؟ يعني لو اتكلمنا عن الصعيد واتكلمنا عن الريف في بحري، يعني على سبيل المثال فكره العيش في الصعيد بيمثل اشياء كثيره جدا. يعني تحديدا لو اتكلمنا في الرغيف، انت عارف طبعا الرغيف زي ما قال الباشمهندس على فكره القمح تحديدا، كان انا يعني الفتره من فترات الرغيف العيش يمثل حاله طبقيه في المجتمع الصعيدي. بمعنى ان كانت الاسر القادره تقدر تاكل رغيف القمح ده صافي وتمام التمام وفي حاله من الايه يعني الاريحيه الشديده. نتيجه ان القمح ده كان عزيز، او مش كله بيزرع قمح عشان ويخبز عيش قمح كامل، كان يتم خلطه احيانا بالايه بالذره الرفيعه نقوله عليه احنا الجيضي. وكانت بعض الاسر الفقيره تخبز الجيضي ده او الذره الرفيعه. مش ده اللي بيعملوا منه البتاو؟ ده البتاو اللي هو البني خالص ده. البني البني خالص ده كان نموذج لاكل الفقراء من العيش. لانه انا لما جيت يعني اسرش كده على البتاو طلع لي صور اللي هو زي الرقاق ده. ايوه ما ده بقول لهم يا جماعه ده مش الرقاق، مش البتاو بتاعنا. يعني البتاو بتاعنا كان بيتعمل من اللي هو الجيضي. هو ده الفارق، هو ده الفارق بقى اللي بنتكلم عليه ما بين الريف وما بين الصعيد. البتاو عندنا اللي هو كانوا يقعدوا يعني البحار ويتريقوا فيه اصعد يقولوا ايه ده الزلوط، اللي هي البتاوة اللي معمولة من الدور الرفيع الصمراء اللي كلها فوائد صحية. بالظبط. اللي هو انا نفسي فيها ده. الدورة يعني ده حاليا، كان زمان لما حد ياكل بتاو كده وكانوا غالبة المزارعين او رعاة الغنم مسكين بياكل بتاو. يقول لك ما بياكل بتاو. كانت البتاو كده يعملوها زي الطبق من الخلف. ويحطوا فيها حتة جبنة قديمة وايه ياكل منها وبتاع، وكانت تتشبع وكانت صحية لغاية اللي هو دلوقتي
اقرب الى فكره عيش السن، يعني عيش السن بس بتاعتنا يعني اقرب لفكره عيش السن والتخسيس بهذا الاطار. لما بدا عيش البطاقه يقولوا عليه دقيق البطاقه اللي هو بدا دقيق الحكومه كان بيخلط تقريبا بانواع اخرى، وبالتالي كان رغيف دقيق البطاقه ده كان تلاقيه داكن اللون غير القمح اللي هو يعني تحس انه عامل زي الذهب كده من الداخل، اللبه بتاعته منوره يعني. رغيف العيش ايضا في الصعيد كان بيمثل فكره ان انا لو جيت انا ضبط بان انا رايح فرن اشتري يا 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 سواد ليلي ويتم معايرتي، بيقول لك خاصه من... لو انا يعني ايه بتشابط مع بيقولوا ساعتها بياكل من الطابونه لا بيقول لك بياكل عيش شرة، بياكل عيش شرة بيعادل في قيمته الادبيه بما بفكره العيش السلف. ايوه يعني يا اما مقترض يا اما راح يشتري، لانه في البيت كان مفترض انه يخبز ويعتمد على حاله. فبالتالي حتى انا في مره بعض المرات يعني بتشابط مع ابن عمتي يعني كده وعلى الجسر، وهم ابن عمتي راح وجعني فابويا ايه قال لي والله شكلك انت ما تروح تاكل عيش شرة وهجيب لنا العار. في في مثل هذه الحاله فعلا العيش مثل هذه الحاله من الطبقيه والحاله من اهميته داخل البيت الريفي، وانه الست اللي ما تعرفش تخبز لانه كان من اختبارات الزواج انه الست تخبز او العروسه تعرف تعجن وتخبز. قوه الست او الفتاه وهي بتعجن وتعمل الصوت المهم ده صوت تخبط في المجمور، بل بالعكس فكره عدم الخبيز اثر على صناعات زي صناعه الفخار لانه كان بيعملوا المواجير بتاعه العجين المجور هذه الصناعه ايضا تراجعت، واخد بالك؟ حتى لو الان بالكهرباء برضو مفترض المجور يبقى موجود الى اخره. يعني عاوز اقول اني فكره العيش في الصعيد تمثل اشياء كثيره اجتماعيه على عكس الايه بحري اللي هم الرفطاو والبتاو اللي هو اقرب الى فكره الشاي والبسيسه. البسيسه دي كانت احنا بنعملها هي البتاو مع الجبنه احنا بنعمل الصغيرين نحط نملى جبنه كده بسيسه، كانت حاجه زي الشيبس بقى، كانت حاجه صحيه حاجه محترمه. الجبنه القديمه مع البتاو الاحمر وجبه المصريين، ودي حاجه ما برضو موروث ثقافي مصر القديم تورثناها. حتى لما نشوف مثلا مقبره التيف سقاره، المقبره مرسوم عليها مراحل الطحن بالظبط، وما زالت تتعمل في الريف لحد دلوقتي، مراحل الطحن والعجن زي الدكتور مال في المجور، ومراحل الخبيز زي ما هي موجوده على مقبره التيف سقاره، وبعض اللوحات اللي واقف حلوان برضو بتمثل مراحل الطحن المختلفه او مراحل الخبز المختلفه. نرجع تاني لفكره ليه المصر القديم كان بيخلط يعني او فكره النخاله ذات نفسها او تحسين الرغيف نفسه. يعني الوقت الرغيف الابيض بقى مشكله، الفينو النهارده بقى مشكله، الناس بقى ترجع تاني لرغيف السن عشان تحسن. فكان المصري القديم يعني عنده من الثقافه او الدرايه ان طحن الحب الذره الرفيعه او بقشرتها هي مفيده بتدي قيمه اضافيه للمنتج النهائي هو الخبز. النهارده عمليه النخيل وعمليه فصل النخاله عن الدقيق بقت بتسبب مشكله، اللي هو بيسموه الرده. الرده فالمصري القديم وصل بيه طبعا هو كان متقدم في كل شيء، فالعالم كله بيعيد صياغه منتجاتنا القديمه. يعني في حد جاب رغيف عمل فطيره من بذور الخله، الخله دي نبات بري بيطلع في مصر، كان زمان بيزرع محصول النهارده يعني اصبح حشيشه بريه. فجاب في احد العلماء الالمان تتبع ازاي تتعمل الفطيره ديت وعملها، وبتتباع بره حاليا بارقام كبيره جدا. ففكره اعاده انتاج موروثنا الثقافي بصوره مخبوزات مختلفه، يعني الفراعنه زي الدكتور متفضل وقال ان كان في الاسره الاولى 15 نوع من الخبز، مع تقدم الحضاره المصريه وصل 40 نوع، وصل 100 نوع من الخبز. تخيل حضرتك الثراء، يعني شويه تخيل حضرتك يعني في 100 نوع من الخبز اللي محشي بالاشكال واطوال واحجام، فدي ثراء كبير جدا جدا. النهارده اختزلنا الخبز في العيش الابيض اللي بنجيبه من الطابونه زي استاذنا ما قال. الطابونه فكر مستحدث علينا، مفيش 40 50 سنه كان فكره شراء العيش من الطابونه في المستنقره ومستهجنه، ان انا اشتري عيش وانا عندي ارض وعندي قمح واخبز وبطحن في الطاحونه واخبز في بيتي، كان نوع من شعور بالدينونه. النهارده خلاص الشعور ده ما عادش، النهارده عيش الطابونه اصبحت بالبطاقه وبالخناق والطوابير و فاعاده يعني
تنظيم سلوكنا شويه، ان احنا استهلاكنا المكثف من الدي ده مشكله يعني، يعني وحاجه تضر بالصحه العامه، مش نعم. ان هي مش طيب. خلينا نروح كده لاحد افران العيش في القاهره ونشوف كده تقرير من داخل الفرن. يوم يبتدي ان شاء الله من الساعه 5 شغل لحد ما الناس تستكفي عيش، بدي من البيت عجن، بعد ما عجن المغزه دي بالخراط لمغزه يقرص، بعد كده نقطعه، بعد كده المغزه نلوحه ايه نخبزه يطلع عيش. هو طبعا طعم الخبز واحد في كل المخابز وفي كل الاماكن، بتختلف بس في العيش المجري عن العيش البلدي اللي هو برده. المخابز اللي هي بتشتغل مرغوفه على دقيق، ده عيش مجري بيبقى الطعم شويه مختلف عن العيش البلدي اللي هي مرغوفه على رده. عدد الافران اللي موجوده في القاهره ما يقرب من 4000 مخبز مدعم، غير حوالي ما يقرب من زيهم سياحي. بالله لازم اقدر العيش واشوفه، العيش حلو يعجب الزبون؟ حلو اه، ما يعجبش الزبون بكلم الصنايعي بتاعي اقول له اظبط شغلك، اظبط ايدك، اظبط مش عارف ايه، عشان الزبون لما ياخد حاجه حلوه هيرجع لي تاني. العيش في موازين محددة للعدد الرغيفة، وكل الرغيف طبعا احنا عارفين كلنا ان وزن الرغيف 90 جرام، فده محدد على الكل. طيب ده تقرير من داخل احد المخابز في القاهرة عن رحلة رغيف العيش الى من العجين إلى أن يصل إلى المستهلك. طيب أروح برضو مرة أخرى للأستاذ أبو العباس. أستاذ أبو العباس، يمكن مسألة انتشار المخابز الطوابين يعني في الأرياف وفي المدن الصغيرة دي جت مع عهد عبد الناصر، مش نعم. مش كده دي انتشرت من يعني تقريبا نقدر من 15 سنة في من 20 سنة لا بس المخابز نفسها لا ما المخابز بس كانت في المدن من الستينات كانت في المدن يعني القرية شاعت موجودة من 15 سنة بالضبط نعم. أثرت دي طبعا زي ما حضرتك يعني أشرت إلى مسألة الكسل يعني نعم. انتشار ثقافة الكسل، وأنا بدل مخبز ومش عارف إيه وأعمل وأتعب نفسي وأتعب المدام، ما نجيب لنا مثلا يعني ما هيضعت لنا 10 ترغف هل المسألة دي يعني خلينا نقول ستستمر معانا على طول، خلاص أصبحت جزء من ثقافتنا؟ هي أصبحت جزء من الثقافة، لكن في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها الآن دايما الواحد زي ما بيقولوا يجلب في دفاتره القديمة، يفتكر الأشياء اللي يعني كان الفقر زمان أشد من الآن، فترات كبيرة جدا بالذات على مستوى الريف، وكان فكرة الخبيث في بيوت الريف بنجيها بشكل رائع ومهم من انها تدخل في يعني داخل الدائره الضيقه من فكره التسعير والغلاء واشياء كثيره. هو ربنا كرم بيزرع له زرعه شويه قمح بيطحنهم، الدقيق موجود بيخبز، يستطيع ان هو يكفي حاجاته وبتوفر عليه هذه المساله، سواء الخبز البتاو من الدوره الرفيعه او خلط الدورة الرفيعة بالقمح وعمل شوية اللون داكن، خلطوا بالدورة الشامية الشامي وإلى آخره، لكن في النهاية يستطيع أن هو يصنع رغيفه بإيده، وبالتالي يبقى هنا خلقنا جزء مهم جدا في المجتمع اللي هو محتاج بضرورة لفكرة رغيف العيش، وبيمثله أهم عناصر حياته أنه قدر يعتمد على نفسه، ورجعنا القرية اللي مفترض تكون في مصر الآن اللي هو فكرة البيت القروي المنتج والقرية المنتجة. للأسف القرية المستهلكة أصبحت أكثر من فكرة المدينة، لأن كنا دايما القرية هي اللي بتودي منتجاتها للمدينة تبيعها، دلوقتي للأسف القرية بتروح
يعني زي ما بيقولوا تستهلك من المدينة، لأنه الناس اللي فيها زي ما أشرت حضرتك بكلمة مهمة إن الموضوع ده عمل حالة من الكسل إلى حد ما، إنه البيت يعني بقوا الستات ولا غيره يعني فكرة ده مرة في الأسبوع بخبز بكف. إحنا نفسنا أيام ما كنا طلاب في الجامعة أو في المدارس كان أول حاجة كان الواحد يروح كل أسبوع البيت السبت، وكان العيش في السبت ده عنصر أساسي عشان أنت ما تروحش للمخبز لا شمال ولا يمين وتصرف، وكنا بننشف العيش ده ونعمل العيش فصوص. ايوه فصوص. طب خلينا نروح من النقطه دي لتقرير من الأقصر وسيدات الصعيد والجنوب، رحله صناعه الخبز داخل البيوت. العيش في تلاجتك قاعد ماشي لي شهر، مش زي ما انت بتشتري كل يوم رايح الفرن. ده اوفر، صحي واقتصادي نظيف، عيشك بيتك ساترك، وربك بيبارك في الحاجه اللي هي بتتعمل من ايدك. كمان بدنا حبه دقيق كده، يعني الحاله مأزمه ما فيش دقيق، شويه قاعدين على ما ربنا يسهل نجيب دقيق. بيبقوا نقول لك لا هذول يجوا طب تعال نعجنهم يجوا عشان رخوه وخلاص، احسن ما نقعد ايه نروح كل يوم رايحين الفرن رايحين الفرن، تعال نعجن دول يجون عشان رخفه ونركنهم، يعني اسمه عندنا ايه عيش افضل من نروح الفرن. بيبقى العشر رخفه بالصلاه على النبي، بنلاقيهم 20 رغيف 30 رغيف بالصلاه على النبي بيزيد. الافضل هو ده بيزيد، ربك بيبارك فيه في بيتك، بتعبي عجنيتك بتعبي تلاتشك، بيبقى عيشك في بيتك مش كل يوم رايح جاي الفرن، تصحى من النوم عاوزة تروح الفرن، تصحى الساعة 7 لا الفرن شطبت، لا الفرن الراجل خلصت عيش، بيبقى شايل هم المشوار، لا انت بتضطر تصحى بدري عشان تروح تجيب العيش، عاوزة تحصل الفرن تصحى 7:30 عشان تجيب عيش للفرن، لا انت كده خابز براحتك تصحى، خلصت ما خلصتش مش مسؤولية، انت عندك عيش صحي واقتصادي نظيف مغرب له طاحنه وغاسله وعارف مصيره ايه، لكن ده اللي بره مش عارف عجنيله ازاي، وربك بيبارك في الحاجه اللي هي بتتعمل من ايده. ربنا بيبارك في الحاجه اللي بتعملها من ايدك، لان ربنا بيبارك فيها عشان تعملها بنفس طيبه وبنفس حلوه، مش عاملها وانت زعلان، لا عاملها بنفس وتتمنى حد يخش ياكل منها، يعني تفرح لو حد دخل انه هياكل او ياخد منها، لأني ربنا كرمك بيها. ايه رايك يا باشمهندس؟ جميله بصراحه يعني، وتعبيرات مش يعني خلاص كفت بصراحه. الحاجه تعمل في البيت نظيفه مغسوله كويس معموله بطريقه كويسه، هي بحريصه لان ضيوفها ياكلوا من 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 حاجتها. حضرتك لما تشوف العيش الشمسي والفكره ان تستخدم البكتيريا فتره طويله جدا لعمليه التخمر اللي هو الخميره، الخميره اللي احنا اكتشفناها من 4000 سنه، وتشوف فكره الفرن في البيت نفسه ان انت تنتج اكلك بايدك يعني صحيح. بس طبعا يعني لما شفنا في الصوره في بعض حاجات ممكن يعني تحديث الصناعه في اي حاجه في الدنيا، هو العيش الشمسي معروف يعني النهارده عملنا تكفيف شمسي مجفف بسيط كده عباره عن يعني زي صور بلاستيك يعني بالتحديث شويه في القطاع، يعني بلاش الصوره التقليديه المتوارثه، يعني دايما الناس بتحسن في جوده المنتج بتاعها او سلامه ازاي المنتج. بقى ايه اللي يعني النهارده التكفيف الشمسي بدل ما احط في الشمس مكشوف احطه زي اصوبه، يعني حاجه بسيطه جدا حاجه بلاستيك كده هستفيد من حراره الجو وفي نفس تقوم بعمليه تكفيف بدل ما انشر في الهواء الطلق كده والحشرات وحاجات زي كده، فحسن جوده المنتج يعني في يعني التقدم الحقيقي يعني. طيب ارجع برضو لفكره الدكتور عبد المنعم الجندي، هل في افكار مشابهه يعني تم طرحها قبل كده انه نستفيد مثلا من يعني من الذره من الذره الرفيعه؟ يا فندم فكره الخلط موجوده من فترات، يعني جت فتره اضافوا الذره الشامي على ديو الخبز 10% زودوها 20% والناس اشتكت. الدكتور الناس بتشتكي ليه طيب؟ اقول لحضرتك ليه؟ يعني انا الدكتور عمنام صديق يعني ولي الشرف ان اكون صديق يعني. الدكتور عمنام لما عمل رغيف البطاطا احد الناس اشتكى قال لك ما بيعملش ودن قطه في الملوخيه، يعني معيار في الرغيف ما بيعملش ودن قطه.
واحد تاني امبارح بيقول له الرغيف ما بينفخش. بيني وبينك لو ما اتعملتش ودن القطة دي معاناة. ما برضه مشكلة، بس بيتعمل ودن القطة رغيف طري جدا وبيتعمل الملوخية بيها. لا بس الرغيف بيعمل ودن القطة فعلا يعني. ودن قطتي بس. لا أنا أكلت الرغيف بتاع طلعت بن منعم يعني أنا أكلت الرغيف بتاعه. فا إحنا فندم في يعني مش في رفاهية يعني في أزمة روسيا. مش رفاهية ودن القطة. مش وقته يعني بصراحة يعني. وبعدين الرغيف في كل المواصفات يعني بينتفخ وينتفش وبيدي نفس الشكل الرغيف البلدي. الطعم أحلى طبعا بكتير لأنك بتحسن يعني زي ما قلنا الفرعنة بيضيفوا محسنات طول طريقهم عشان يحسنوا جودة الخبز. ده رغيف محسن لما حط عليه بطاطا أنا بحسن جودة الرغيف، بستفيد من خصائص القمح وخصائص البطاطا. أنا عندي ميزة إن البطاطا محصول صيفي، القمح محصول شتوي، فانا هستغل الارض استفيد هستفيد بقى بستغل. انا في كمان يعني في البطاطا في العالم ليا وزني، بنتج بطاطا وسعر البطاطا رخيص، الجنيه و80 قرش، جنيه ونص، اقل من جنيه حسب سعر السوق. صحيح. فلما دخل الجنيه او الجنيه ونص مع ال8 جنيه و7 جنيه بتاع القمح بعمل بكسر المتوسطات. صحيح. والاهم ان ده منتج محلي يعني انا ومفيد صحيا اكتر طبعا يا فندم من يعني ده البطاطا دي في ناس كده يعني بتعيش على البطاطا، في ناس يعني بتحب البطاطا واحنا في ثقافتنا العامه بناكلها. وحتى بيتكلموا في بعض الفترات في حفر قناة السويس كانوا بياكلوا بطاطا، الناس بتعمل عيش بطاطا يعني حاجه مش المكسيك يا فندم. المكسيك بياكلوا عيش، احسن عيش عندهم عيش دقيق الواح التين الشوكي، ده مخصص لحلويات يعني، دي بيعتبروه افخر انواع الدقيق، مسحوق مجفف التين الشوكي. فاحنا بس يعني من يعني احنا الانتقاء كتير ويعني والتريقه واحنا دايما علماءنا دول يا فندم هم ذخر الامه في الازمات. صحيح. طول تاريخنا واحد زي الدكتور منهم قفل عمره في انتاج صنف البطاطا، ده يشكر ويقدر لراجل باحث وفي مجاله يعني مش جاي دخيل على لا هو عمل صنف وراعى فيه مواصفات، لان السكر اللي في البطاطا في الاصناف التقليديه لو اتحرق بيعمل عمليه كرمله فيعني بتغير، انما ده اشتغل على من سنين ان يطلع صنف نسبه السكر فيه اقل ما يمكن، نسبه البروتين مرتفعه، لانه راجل من قاع الريف من كفر الشيخ، فمش جاي يعني مش قاعد باحث يعني لا ده هو راجل عايش وسطينا وبيشوف بيفكر في حلول لمشاكل بلده. صحيح. اهم مشكله بالنسبه لنا رغيف العيش، يعني رغيف العيش النهارده بنتكلم حرب روسيا اوكرانيا، خلي معانا فلوس والسفن وقفت مش هصدر قمح هنعمل ايه؟ لابد نفكر في بديل، وده بديل بصراحه ابداعي وبديل طيب. عبقري. ارجع برضو للبدائل، ويعني انا يعني انا واحد من الناس انا بقالي فتره طويله جدا ما باكلش عيش، فباكل اللي هو عيش السن او العيش المعمول من بالتاو سابقا من الايوه بالتاو سابقا من الرز كوماج من الرز باكل العيش اللي هو معمول من الرز. نعم. عايز ارجع تاني للبتاو. البتاو ده قيمته الغذائيه كبيره جدا. نعم. مش كده؟ طبعا. طب ليه مثلا ما فيش حد مثلا يقدر يعمل مشروع مثلا للتجاره في هذا العيش او هذا النوع من الخبز؟ هو اكيد يعني هو انا عمري ما شفته مثلا في يا فندم. ودي احياء التراث النهارده، محي تراثي بصوره انتاجيه جديده بالظبط، لما احي المطبخ الفرعوني احيه تاني واطلع البتاو والعيش باشكاله، بستغل نفس الطوابين ديت بتشغل ساعتين في اليوم. انا مع الفكره الاصليه اللي هي فكره عوده البيت القروي في الصعيد الى الخبيز مره، والريف تحديد. انا بتكلم على الصعيد باعتبار العيش الشمسي الصعيده هم اللي خدوه من الفراعنة تقريبا، استأثروا بهذا النوع من الايه من الخبز. الخبز في البيوت بيعمل فوائد عديدة جدا، اولا حتى على المستوى الصحي القمح ده فيه جين مهم جدا بيستطيع مادة مضادة للأكسدة بتقتل الخلايا السرطانية، يعني في فايدة طبية موجودة والأطباء وأهل الصحة قالوا لنا هذا الكلام. الأمر الثاني انا زي ما قلت حضرتك في بداية الحديث أن القرى الآن يعني امتلأت بالمخلفات، وأنها غير مستعدة وغير معدة لفكرة أنها تخلص مخلفات. الفرن كانت جزء أصيل ومهم لفكرة حرق هذا الموضوع، وبالتالي أنا واحد من الناس يعني بنتهز هذه الفرصة فعلا أنه لازم يبقى على في محارق
لعدد من المخلفات القرى، لان داخلين احنا في مرحله في غايه الصعوبه، لان دلوقتي الافران مش هتبقى زي افران زمان بالطين، في افران كهرباء. لكن عوده الخبيز للبيت المصري في الريف او في الصعيد انا شايف انها في غايه الاهميه، لانها اعتقد انها ممكن جدا تعمل لي نمره واحد توفير، نمره اثنين حاله صحيه، نمره ثلاثه الخبز نفسه الشمسي ده، العيش الشمسي ده، الشمس اللي بتخمر لي العيش، مش بجيب انا خميره بكميات غيره وبتاع. حتى الحاله الفنيه للمراه الصعيديه او المراه الريفيه وهي بتعمل الخطوط الدائريه في الرغيف نفسه، حاجه كده على طريقه القرص الشمسي ده من ايام الاله رع اله الشمس، بيعملوا حاله من الحالات دي. انا اعتقد اني عوده الخبيز في هذا الموضوع، ثم موضوع القيضي او الدورة الرفيعة بالفعل، يعني من خلال برنامج حضرتك بالفعل لو يفكر اهل الصعيد باعتبار انه هو منتشر في الجنوب الدورة. احنا كنا زمان ايام طفولتنا بنرى القيضي ده والدورة الرفيعة نموذج لاختباء اللصوص، يعني صحيح. كنا دايما ما نعديش في حتة فيها قيضي يقول لك في حرام هيطلع يخطفك وبتاع، مش معناه ان ده يمثل مصدر ثروة للناس، اني ممكن جدا اعمل منه هذا العيش واخلطه بالشعير، لانه عيش الشعير برضو احنا ناسينه، لانه ده من اهم الانواع الخبز الصحي جدا اللي ممكن جدا الناس تخبزه وتتعامل معاه صحيا. يمكن الازمه بتاعت اوكرانيا دي تخلي يعني برضو الافكار دي، ما هو الدفاتر القديمه نلجا اليها، لا يعني احنا ما خلصناش علشان نرجع لدفاترنا القديمه، ولكن هي موجوده يعني هي موجوده يعني احنا بنزرع ذره وبنزرع ذره رفيعه، بنزرع شعير، بنزرع حاجات كتيره جدا، بس بطلنا الاستخدامات القديمه، بس بطلنا الاستخدام. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، يعني ان الخبز عنصر اساسي في كل هذه المنتجات الزراعيه. بيقولوا انه اطلس الموروثات الشعبيه في بيقول انه في مصر في اكتر من 50 نوع من العيش. طبعا عارف حضرتك البتاو زي استاذنا ما تفضل، البيتاو مثلا في سوهاج بيتعمل بطريقه غير هنا. كل محافظه بتعمل البيتاو بطريقه تانية، مثلا ده بيحطوا حلبه على ذره، ده بيحط شعير بس، ده شعير الحلبه دايما هم اللي بيجتمعوا في حضرتك الشعير والحلبه دي اكل حاجه صحيه جدا يعني. ده يعني حضرتك لما بنتكلم النهارده في اكل الصحي، احنا ممكن نطلع اكل صحي والناس تثق في موروثنا الثقافي، يعني الناس تثق فيه، يعني لما حضرتك مثلا علم المصريات في العالم كله يدرس بما فيه الاكل والشرب والحياه اليوميه بتاع الناس ديت، فالناس ديت كان هم المثال اللي العالم كله خد منهم كل شيء. فموضوع روسيا واوكرانيا بيخلينا نفكر في البدائل، مثلا البدائل الزراعيه، افريقيا ما عندهمش دقيق قمح زي حالتنا كده، بيشتغلوا على الكثافه، ده نبات وتدي على ايه؟ نبات اسمه الكثافه. الكثافه ده ضرني زي البطاطا، بس هم بيستخدموه في الدقيق، يعني ثقافتهم كده. واحد تغيير الثقافه منتهى يعني بسهوله، يعني انا مش حضرتك النهارده في عندي في مجتمع كم كبير من الناس ما بياكلش، مش عايز ياكل العيش الابيض عشان مشاكل صحيه، مش عايز يدخن، مش عايز، وهكذا. فالبدائل المطروحه كتيره جدا عشان نوفر نوع من الدقيق. يعني كلام دكتورنا استاذنا ابو العباس قال كلمه حلوه، الخبز في البيت هو اعاده تدوير مخلفات. المصري القديم فطن الى تدوير المخلف بتاع الحيوان اللي هو الجله. الجله دي كان ماده عضويه استخدمت من المجارس دي، حطها في الفرن يحرق بيها، استفاد منها بالعمليه الحرق قيمتها الطاقه اللي فيها، وخد الرمال بتاعها نوع من الاسمده مستدامه، استفاد من كل شيء. طبعا صحيح. طبعا طبعا يعني الوقت انتهى، لكن يعني رحله الخبز في مصر رحله شيقه وممتعه، وانا سعيد جدا بوجود حضراتكم معايا. احنا عملنا اطلاله سريعه على هذه الرحله اللي في منها جانب يعني يرتبط حتى بالمقدسات في العصور الفرعونيه المختلفه، وتعرفنا طبعا على انواع الخبز وعلى البدائل اللي يعني يجب ان احنا ننتبه ليها ويجب ان احنا نركز عليها في الفتره القادمه، سواء اتحلت مشكله اوكرانيا وازمه اوكرانيا او ما اتحلتش، ان شاء الله تنحل. بشكركم شكرا جزيلا الاستاذ ابو العباس محمد الكاتب الصحفي والاهرام، والمهندس جمعه طوغان الخبير الزراعي، شكرا جزيلا. وانا اوعدك ان قريتنا يعني على سبيل المثال هتبدا تخبز من النهارده كلها ان شاء الله، بس تجيب لي بالتاو معاك ونجيبه. لا ده اساسا ده يبقى شكرا جزيلا كده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره باذن الله، تصبحوا على خير.